في هنا العاصمة مصر بين قناتين، العالم كله بين افتتاحين لقناتين، التاريخ يكتب من جديد في مصر. في 25 أبريل 1859 دشن ديليسيبس حفر القناة في عهد الخديوي سعيد، وانتهى العمل بها بعد 10 سنوات في عهد الخديوي إسماعيل. في الحفر الأول تم استخدام نحو 1 مليون فلاح مصري، تم إجبارهم على ترك حقولهم وقراهم ويحفروا في الصحراء قناة السويس. مات خلالها ما يتراوح بين 100 ألف ومائة وعشرين ألف مصري أثناء عملية الحفر في 10 سنوات بسبب الجوع والعطش والفقر والأوبئة والمعاملة السيئة أحيانا. الحفر الثاني استخدمت فيه المعدات الحديثة في عملية الحفر، وتم في خلال عام واحد بأموال المصريين اللي جمعوا 64 مليار جنيه في 8 أيام عمل بالبنوك. في الافتتاح الأول سافر الخديوي إسماعيل إلى أوروبا في 17 مايو 1869 لدعوة الملوك والأمراء ورؤساء الحكومات ورجال السياسة والعلم والأدب والفن لحضور حفل أسطوري لافتتاح قناة السويس اللي تم في 16 نوفمبر 1869. في الافتتاح الثاني 2015 دعت مصر رؤساء والسفراء من خلال رئاسة الجمهورية وتحالف شركة دبليو بي بي القابضة اللي بتضم 7 شركات واللي أعدت مخطط وحملة ترويجية لحفل افتتاح قناة السويس الجديدة. في الافتتاح الأول ضاقت بورسعيد بالضيوف اللي حضروا بالآلاف، واصطف المصريين القادمين من جميع أنحاء مصر مشاهدة هذا الافتتاح الأسطوري. في الافتتاح الثاني بتستعد مصر بعدد ضخم من الطائرات لعمل عروض جوية وحضور نخبة من السياسيين والإعلاميين ورجال الدين الإسلامي والمسيحي والشخصيات العامة. ما بين الافتتاحين قناة السويس الأولى، مش عايزين نقول قديمة لأنها لسه جديدة لسه شابة، 1869، وقناة السويس الجديدة 2015 تدور هذه الفقرة، ويدور النقاش مع ضيوفي الكرام الأستاذ الدكتور عبد الخالق فاروق رئيس مركز النيل للدراسات الاقتصادية. أهلا وسهلا. أهلا بك يا منور يا فندم. الله يخليك. والأستاذ الدكتور عبد المنعم الجميعي أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بجامعة الفيوم. أهلا بك. أهلا بك. منور يا فندم. الله يسلمك. أهلا وسهلا. خلينا نبدأ بالتاريخ. أيوة. التواريخ اللي أنا ذكرتها سليمة؟ سليمة، بس سعيد مش خديوي، إنما الخديوية بدأت بإسماعيل. أما سعيد فهو سعيد باشا، إسماعيل أخذ لقب خديوي اشتراه من السلطان العثماني في نظير مبلغ من المال، وخديوي تعني الوالي المتميز عن بقية ولاية الدولة العثمانية. فيما عدا ذلك قبل ذلك ما كانش في خديوي، حتى محمد علي لا يمكن أن يقال عليه خديوي، وإنما هو محمد علي باشا. محمد علي باشا، يبقى سعيد باشا. يبقى سعيد باشا فندم. انما الخديوي اسماعيل، خديوي اسماعيل ده البدايه، اسماعيل طبعا. بعد كده بقى الخديويه تمتد، بعد اسماعيل هيجي ابن توفيق، بعد كده عباس الثاني. تمام، خدت بالي معاك. وبعدين تلغى الخديويه وتيجي سلطنه يبقى حسين كامل، ثم الملكيه فؤاد. تمام. ما بين 16 نوفمبر 1869 افتتاح قناه السويس، أيوة، ثم 6 اغسطس 2015. ايوه فندم. قول لنا الفرق بين الافتتاحين، احكي لنا. هو طبعا الظروف مختلفة تماما. الخديوي إسماعيل كان يعتبر مصر عزبة له، حينما سافر إلى أوروبا فدعا ملوك وملكات أوروبا وأنفق ببذخ شديد في وقت كانت البلد فيه في حالة استدانة شديدة وفقر مدقع وشيء من هذا القبيل. أصرف الكثير من أجل دعوة ملوك وملكات أوروبا، حتى الإمبراطورة أوجيني إمبراطورة فرنسا حينما وافدت جعلها هي التي تقود مقدمة الركب بالسفينة التي تركبها، كانت تسمى السفينة النسر، وبنى لها الكثير من المنشآت التي أسست في ذلك الوقت من أجل افتتاح قناة السويس. الإمبراطورة أوجيني أعادها أو جلست في قصر الجزيرة اللي هو ماريوت الحالي، جاب لها نباتات، جاب لها زهور، شيء من هذا القبيل. فأصرف ما يساوي سدس ميزانية مصر في ذلك الوقت على البذخ والطرف، في الوقت الذي كانت فيه مصر في أشد الحاجة إلى الأموال التي بذخها صرفها. استدان إسماعيل أو بلغت الاستدانة 91 مليون جنيه، ده مبلغ يا أستاذ مجدي كبير جدا بمقاييس ذلك الوقت.
فالوقت الذي بناها أبناء مصر الشرفاء كان هناك ضغوط استعمارية من أجل بناء هذا القناة. الصخرة التي استعملت في جلب الفلاحين المصريين 22 ألف بدأ بهم وكان يجرونهم بالحبال وشيء من هذا القبيل، وكان أجر العامل أو الفلاح من قرش 3 قروش، وماتوا في بالكوليرا وماتوا من المياه الملوثة وماتوا من حرارة الشمس. بينما في الوقت الحالي المليارات التي جمعت من أجل القناة الجديدة بطريقة طيبة جدا صرفها أو دفعها المصريون من أجل هذا القناة ومن أجل مصر الجديدة التي نبتغاها والتي نريدها ونتمنى لها الخير. فالفرق بين هناك نزعة استعمارية في المرة الأولى، تنازع بين انجلترا وفرنسا من أجل السيطرة على القناة، لدرجة أن حتى إسماعيل باشا قال أن أنا أريد بعد أن افتتحت القناة أن تكون القناة لمصر وليست مصر للقناة، يعني هو حس بخطأه. ولكن ما نقدرش نقول إسماعيل يتحمل المسؤولية كلها، الذي يتحمل المسؤولية كان سعيد اللي هو أبرم العقود، أبرم العقود وعمل امتياز الأول 1854، امتياز الثاني 1856، ولذلك إسماعيل بدأ يشكو حتى راح للإمبراطور نابليون الثالث في فرنسا واشتكى له وبعت وزيره نبار باشا. فنابليون الثالث ضحك عليه قال له يعني توسطني، عايز توسطني؟ قال له أوسطك. فعمل وسطة، أنت إيه المشكلة؟ قال له ترعة المياه العذبة دي عايزين نلغيها، عمال الصخرة دول نقللهم شوية من 22 ألف يبقوا 6000، الأراضي المملوكة وبتاع. قال له نوافق بشرط أن تدفع 3 مليون و 360 ألف جنيه تعويض. 3 مليون جنيه ده كان رقم ضخم يا أستاذ مجدي. فكانت لعبة وكانت مناورة، والإنجليز والفرنسيين لعبوا علينا ونجحوا في هذا. لكن الآن هي قناة السويس الجديدة قناة مصرية تمويلا وحفرا وإنجازا وكل حاجة في الدنيا، وجات بعد فترة من الفترات اللي مصر شهدتها ثورتين ومتاعب وشيء، فكانت دي طفرة. وإحنا دايما في حاجة إلى مثل هذه المشروعات حتى نستيقظ وحتى نفيق وحتى ننظر إلى مصر نظرة مستقبلية إن شاء الله. طيب دكتور عبد الخالق، نعم، من الناحية الاقتصادية هناك بعض الأصوات التي تشكك في مشروع قناة السويس من ناحية العائد الاقتصادي قناة السويس الجديدة. عايزين نعرف ماذا تمثل هذه القناة اقتصاديا لمصر، العوائد منها شكلها ازاي، خصوصا انه دي ممر ملاحي جديد هيضيف ايه للقناة صحيح القديمة او اللي موجودة، وهينعكس علينا اقتصاديا ازاي وامتى؟ طيب انا اسمح لي بدايه بس انا عايز اشير الى واقعتان لهما دلالات في غايه الاهميه لدى الوعي الجمعي للشعب المصري. الاولى اللي هي الخاصه بالنداء اللي وجه للمواطنين المصريين بجمع او الاكتتاب في هذه القناه، والمصريين خلال 8 أيام قدموا 64 مليار جنيه. ده كان أبلغ رد على القائلين بأن مصر بلد فقير وليس له موارد. ده بيدلل على كل ما كنا نقوله حتى قبل ثورة 25 يناير أن مصر مجتمع غني، وربما يبقى شعب فقير لكن هو المجتمع غني بمعنى أنه في كميات مالية ضخمة وفي فوائد مالية ضخمة وفي مدخرات، محتاجين عدالة وإعادة توزيع الثروة بالضبط، ومحتاجين قائد أو إرادة سياسية تلتف حولها الناس وتعلق عليها طموحاتها وأمالها وهتقدم أفضل ما فيها. ده أول واقع. الواقعة الثانية والمهمة واللي لها دلالات ربما من المفيد لأي قيادة سياسية أنها تبني عليها في المستقبل، وهي فترة الإنجاز. أنه هذا العمل بكل حجمه يتم خلال فترة زمنية لا تزيد عن عام واحد. ده معناه أنه المصريين عندما تتوفر لهم إرادة سياسية وقدرة أو رغبة في الإنجاز بيقدروا ينجزوا، وبالتالي تسقط بقى كل الدعاوى القديمة الخاصة باللي كان بيرددها البعض بأنه الشعب كسلان والشعب مش بتاع شغل، كل هذا الكلام.
دول مسألتين في غاية الأهمية لابد أن نبني عليهم في المستقبل. بالنسبة من الناحية الاقتصادية، لا احنا بصدد إنجاز مهم، مش بس الممر الجديد الفرعي لقناة السويس اللي هيضاعف دخل رسوم قناة السويس من 5.5 مليار دولار الآن إلى بعد 8 سنوات هيصل إلى حوالي 12.5 مليار دولار وربما يزيد عن ذلك، وبالتالي ده إيراد لقناة السويس. لكن الأهم وده اللي كل الأفكار الدائرة صح يعني لسه هتاخد مجالها للتنفيذ، ما نعرفش كل الأبعاد، لكن ما أعلن عن وجود 42 مشروع مرافق وملاصق لتطوير محور قناة السويس مسألة في غاية الأهمية. ما هو ده اللي أنا عايز أتكلم فيه وعن عائده الاقتصادي، بس اسمح لي نطلع فاصل بسرعة ونرجع نتكلم لأن ده محور مهم جدا. يعني محور في النقاش غير محور قناة السويس، لأنه هذا المشروع هو المشروع القادم طبقا لمعلوماتنا اللي هيعلن عنه الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال أيام، وربما في خطابه اللي هيكون خطاب تاريخي في افتتاح في حفل افتتاح قناة السويس الجديدة هنناقش هذا المحور، محور مشروع، محور تنمية محور قناة السويس. هذا المشروع يا جماعة مشروع مختلف تماما بقى، يعني هينعكس على المواطن في جوانب كثيرة جدا وعلى الاقتصاد المصري. هنشرحه مع الدكتور عبد الخالق كده ببساطة جديدة جدا بعد الفاصل.